السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين، وبعد. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتاب الأيمان من صحيحه تحت باب النهي عن الإصرار على اليمين فيما يتأذى به أهل الحالف مما ليس بحرام، قال: حدثنا محمد بن رافع، حدثنا عبد الرزاق، حدثنا معمر عن همام بن منبه قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه سلسلة همام بن منبه عن أبي هريرة أخرجها البخاري ومسلم وغيرهما، ولكن أحيانا تعتريها أو ترد من هذه الطريق أخبار شبيهة بالإسرائيليات، مثل حديث فق موسى لعين ملك الموت، مثل حديث أخر كثيرة. وكثير من هذه الأحاديث أحيانا تأتي مرفوعة. معمر عن همام عن أبي هريرة عن رسول الله، وأحيانا تأتي موقوفة. معمر عن همام عن أبي هريرة قوله، وقد كلف بها أحد الإخوة جمع مرويات معمر عن همام عن أبي هريرة ومدى موافقتها لسائر الروايات من عدمها، فتبين أن هناك كثير منها توبع عليه همام عن أبي هريرة، وهناك عدد أيضا لا بأس به من الأمور الغيبية تفرد به همام عن أبي هريرة واختلف في رفعه ووقفه. وهمام كما لا يخفى كان من بني إسرائيل، هو أخوه وهب بن منبه، فكان عفوا كان يرو كأنهم يعني ينتبه لروايتهم الإسرائيليات حتى لا تتداخل في الروايات المرفوعة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. شهد أنه قال فذكر أحاديث منها، وقال هذه تسمى صحيفة معمر عن همام عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر أحاديث منها وقال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: والله لأن يلج أحدكم بيمينه في أهله آثم له عند الله من أن يعطي كفارته التي فرض الله. يعني يلج أحدكم في أهله، يعني يمضي يمينه في أهله إذا كان حلف على شيء فيه ظلم، آثم عند الله من أن يكفر الذي من أن يكفر عن يمينه ويفعل الذي هو خير. لكن هنا تثار مسألة، وهي: هل الذي يكفر عن يمينه يأثم؟ لقوله في الحديث آثم عند الله من الذي يكفر عن يمينه. قل هذا من باب أفعل التفضيل الذي ليس في المقابل منه شيء، كما نقول مثلا، أو بل كما قال الله تعالى: أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا. هل أصحاب النار في خيرية حتى يقال أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا؟ قل لا، هذا من باب أفعل التفضيل الذي ليس في المقابل منه شيء. في السنة أيضا أن النسوة لما النسوة اللواتي كن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستأذن عمر في الدخول فابتدرن الحجاب، فضحك النبي وقال: عمر ما أضحكك يا رسول الله؟ قال: عجبت من هؤلاء النسوة اللواتي كن عندي فلم عالية أصواتهن، فلما سمعنا صوتك ابتدرن الحجاب. قال عمر: يا عدوات أنفسهن، أتهبنني ولا تهبن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقلنا: نعم، أنت أفظ وأغلظ من رسول الله. فليس معنى هذا أن الرسول به فظاظة، فالله نفاه عنه وقال: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. ولكن هذا يقولون فيه أفعل التفضيل الذي ليس في المقابل منه شيء. هذا والله أعلم، وصل اللهم على نبينا محمد وآله وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.